إذا تحدثنا كثيرا في هذا المجال وهذا المنطق، وعرفنا أنه لا بد لنا صراحة من أن نعتبر بالأشياء التي غيرت التيك توك وأكدت بعض التذكيرات العلمية أن التيك توك له بعض المنافع العلمية. هذا أثر سلبا على بعض المستنقعات التيك توكية، لذلك نحن ضد ومع في نفس الوقت في هذه المبادرة الغريبة. إذا صراحة والداعم هو كذلك بهلول بفعله، وببعض أوقات يكون جد مهم، وفي بعض أوقات لا يساوي يعني بصلة كما يقول المثل. لذلك نحن أكدنا مرارا وتكرارا بأن هذه المنصة هي عبارة عن منصة، هي عبارة عن منصة فيها الجميل والغير جميل كذلك. إذا مجتمعون في البت لكي يلعبون ألعاب سحرية والبهلوان في نطاق صيني من أجل الصينيات ومن أجل جميع الأشياء الغريبة. أكدنا هذا القول مرارا وتكرارا، لا بد لنا صراحة من النهوض، ونقولها علانية، إنه من المفروض علينا، لا بد لنا صراحة من أشياء غريبة تحدث في العالم الخارجي للفلسفة التيكتوكونية العلمية التي أدت إلى انتشار هذا الوباء. نحن كفاعلون ونحن كذلك مع وضد في نفس الوقت. تعرف القضية ولا نعرف القضية، فنحن كلنا في هذه الأشياء نتعاون ونتحاب ونتصادق. المشكلة تكمن في بعض الأشياء الغريبة التي أثرت سلبا. لماذا تؤثر سلبا ونحن هنا؟ نحن أكدناها مرارا وتكرارا، لا بد صراحة من الذهاب بعيدا والرجوع على الرجلين دقة دقة لكي نكون كذلك. هذه الفلسفة غريبة جدا نوعا ما، ولكنها في إطار السنفونية العلمية للإطارات الجوية. هذه الأشياء ليست بغريبة عن المجتمع، بل هي متجددة. سوف نحاول ما أمكن أن نحقق الإنجازات ونعتبر بالعبر ونأخذ العبر من الغير. هذا ليس عيبا، العيب أنك تذهب ولا ترجع، هذا هو العيب. أو تقول كلاما وتخرج فيه وتدخل وتخرج كأنك في زريبة. المعاني الحقيقية للتيك توك هي وهي نصبية و دراماتيكية من نوع آخر، من نوع غريب، في البتوت وفي تحديات وفي عيد ميلادي، يعني عيد ميلادي يوم بكرة يعني تومورو. هذه صينية نحاول أن نتقاضى بعض الأشياء. وغريب في الأمر أن الإنسان لا بد له أن يعترف، لأن الاعتراف خير دليل على أن الإنسان في طريق صحيح إلى هذه المقامات العلمية الجميلة. أكدنا مرارا وتكرارا ونحن نخصص هذه الحلقة خصيصا من أجلها. دمتم دائما متألقون، نحن معكم وأنتم معنا.